بعد شوي مش نمشي والكثر الغش يضحك، ولكن خلينا نحكيه على الفيري تونسي يعطي صحة فادي والمشهد مؤثر، انه طفل ما يحترمش امه في الشارع، ماشي مع امه ما يحترمهاش. وركزوا معنا وتفرجوا وعطينا رايكم، خاطر ردة فعل التونسي كانت قوية احيانا. شوفوا معنا. يلزمك تعطيني الفلوس، يلزمك تقبلنيش راني بالرسمي يا بوتي. ايش راش تحكي لي؟ فما الفلوس تخلقهم الفلوس موجودين، يعني ما يبدو خير مني السيك خير مني هما وش نحكي. شبيك شفا شنيري لباس شنيري لباس شنيري لباس شكون هذي شنيري شكون هذي هي نعرف هذي امي هذي هذي امي مرشني هي امي شي بالك صايب الموضوع صايب عادي انا مال عندك عادي انا سيبني دس فيا امك انا حرام عليك حرام عليك حرام عليك برات عيك الربي يا ربي يا ربي وينك نهار اليوم ايش اقول لك حرام عليك يضرب فيا امك اي 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 حاج اي 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 انت هو اللي ضربتني اي حاجه يا حاجه بعت عليها الغايب الرخيص يا مهبول. ما هي هي حتى كنت تضربك حتى كنت تضربك تكسرك امك راهي وامك ثم امك ثم امك محلى قلبي قدي عزيت عليا يا حاج لتفعل مكسيل. للأسف فم برشا عنف تجاه الأمهات، جرائم قتل تجاه الأمهات، ولكن سفيان التونسي لا يسامح. شفنا باش يلومون عباد، شفنا برشا عنف من ناس كرد فعل على تونسي الأم عنده فوق المقدسة. بالحق معناتها كنت تشوف ردة الفعل كما قلت فيها شوية عنف وفيها شوية ممكن المرأة الأخرانية اللي حبيتها برشا أنا ديجا أثرت فيها أكثر واحدة، خاطر حاولت انها تفهموا كش معناتها ام وش معناتها وشني قيمتها وشني، ورغم انها زادت على قدها استعملت شوي عنف بسيط. اما بالحق الام راهي حاجه ما تحس. عجبك رد فعل التوانسة؟ عجبني رغم انه كان قاسي شويه، فيه شويه عنف، اما كمان التوانسة مع امهم راهو بالحق راهو شوفوا ولاد الحي ولاد حومه حتى في قرية صغيرة عنف كان يصير قدامك. شتعمل انت وما بشد الزو
مش تبعدوا على امه بدزه بعنف المينيموم على الاقل ما نحاول نحكي له ماكسيموم معناتها نحاول نتكلم سعدي ما انت متاثر شوي مش حكيت متاثر هو لو الواحد ما يحس بقيمه الحاجه كان كيف قدها فهمت الله يرحمها الوالده نتاعي انا كي تبدا انت ما عندكش ام صرت ماما انا ثم حاجه تظلم قدامك فهمت كيفاش تقول زعما نجم غدوه نقول صباح الخير ولا نجم غدوه نقول شنحوالك سفيان ولا نجم غدوه نطلب بليل نقول نعملوا قهوه معناها هذيك علاش انا ما قلقنيش العنف معناها اللي يضربوا في الطفل ما قلقنيش خاطر السيد هذاك باش يضرب في الدنيا وفي الاخره السيد هذا باش يضرب في الدنيا والاخره معناها انك انت تعامل امك كيما هكاكا وتدزها وكذا ما تسهل الا العنف ما تنجم ما نجمش نناقش كان نخرج على المنطق نخرج على اللوجيك خلي يقولوا عنيف خلي يقولوا اللي يحب امك راي معناها انت نحب نداء للي اماتهم حيين راهو لحظه مع امك تليفون لامك راهو بالدنيا راهو خاطر وقتاش تحس بقيمتها بالحق تحس بالدنيا فارغه تفرق عليك الدنيا جمله كريمه وبرشا حسيت تتبدل وقت اللي ما عندكش ام مهما تكون راهو تقول لها بس عليك فقير غني كذا لم معناها ما معناها أنا ساعات نوفل أقسم بالله والله لتول اللحظة هذه ساعات نجيب التليفون سيرتو في المناسبات مثلا نجيب التليفون نجيب باش نكومبوزي نومرو نتاع الوالدة في مخي لتوا هاي توفيت هي لو 4 مارس نهار أحد 2018 معناها لتو في بالي ساعات سيرتو مو تجيني نقول أه كي تجيني مشكلة نقول ما صابر هي أمي موجودة بالرغم ساعة مثلا تجيني مشكله وليد ما نعرف ما تمشيش تحل هي راي ولا لا تسمع صوتها برك نسمع صوتها تقول وليدي لاباس ما تخممش معناها لم سامحنا سعد بليل بالحق انت بيدك تاثرت من تعرف والله ما انا تعرفني لو مانيش منك اما ما تصورش واحد يمد يده على امه ولا في الاخر اذا مديت يدك على امك ولا على والديك ولا في الاخر ماكش تربح شيء من الدنيا معناها عايق ولا سعد تك تشوف انت ربي يرحم الامهات الكل وربي يفضل اللي عنده امه مازالت حيه تي الواحد يجعلوش يعمل اللي ما يتعملش باش يرضي والديها عليه باش نهار اخر امه تقول له كل تدعي له دعوه خير انا نعذر العباد اللي تصرفت هكا خاطر هذيك هي الام ما تنجمش وهذا هو التونسي سامحني وهذا هو التونسي اللي لوجوا عليه نحن في فيري هذا هو التونسي مش الفيديوهات الاخرين اللي هذا هو التونسي بالحق معناه صحيح صافي ووليد شكرنا هو عنف جستيفي عنف مبرر وكان ما تصرفوش بالطريقة هذه أنا نستعجب أنا كمناشط مفروض نقول لا للعنف لكن عنف مبرر هي جستيفي أغزر كمناشط نقول لا للعنف من داخلي يهش متك صحيت أحنا نجا نتفرج ونقولوا إيه تحية للشخصية أو تمثيل مع أنت ويعطي صحة وبالحق مسكينك لا برشا ضرب دجا وقعد بحذنا في الكوليس تحية كبيرة عليه هو فما مثل تونسي يقول اللي مات الطم وتهد فمه الله يهد فم حد وإن شاء الله ربي بقي كل أم نوارة وكل أم تيج على ريوس صغارها بشومهم بلومهم نفهم فما ساعات ستريس وغيره نعديه لبعضنا مثالش وهي علاقة مقدسة والأم انتوشابل مهما يصير ومهما يكون لحق واضح وليد وفي نوفل هو اختبار شفت ردة فعل التونسي ولكن في الحقيقة ثم برشا عندهم علاقات خائبة مع أم حالات هكا برشا حالات مقاطع أمه سنين ثم اللي العام قتل اي ثم اللي شكون يضرب ثم شكون يهين ثم شكون يسب ثم شكون قاعد في الدار وامه تحكي عليه وهي تسامح وثم شكون تمشي معناتها تشكي ولا كذا معناها راهو ثم شكون حتى في الحبس يا نوفل يبدا في الحبس ويدخل واحد يقولوا له هذا ضرب امه ولا عمل حاجه لامه حتى اللي معناتها مجر ما يتحماو فيه ما لاش نوه الام بالنسبه يعني تدخل الدار وتعيط يا امي ولا تعيط ياهو ما تجاوبكش ساعات تبدا مش في الدار مش حتى متوفي الله يرحم الامات اللي توفاو ما تجاوبكش تحس الدار فارغه تحس الدار ما فيها حتى ما فيها شيء معني لا روح لا حتى شيء حبيت اقول لك ولا بالحق انكم سفيان وسعدي كي تجيب صغار تتبدل نظرتك حتى لبوك وامك نظرتك لبوك وامك تعذرهم تتبدل. في برشا حاجات واللي تقول برشا حاجات كانوا هما قاسين فيها تفهم وتلقاه لتو كي تخزر له تو هو تقول كيفاش مازال شاد روحه بالستريس اللي يعملوه لك الصغار والتخمام فيهم 24 ساعه تقول الله منه الاب والام كيفاش مش تحطهم فوق راسك تحطهم تعطيهم عينيك ربي يفضلهم هادي يا سفيان ان شاء الله ربي يفضلهم كل واحد يخمم كانوا مقصر كما قال سعد
وكما قال السعدي لا اغزر ما تغزرش للدنيا تو تحت ساقيك ما تعرفش عليها امك بوك انا مازالوا حيين نعمه من عند ربي سبحانه وتعالى. فالواحد يحاول قدر الامكان انه يكون واقف مع والديه خاطر ما يغششهمش اقل حاجه. واضح واضح، وتحيه للامهات الكل، شكرا لكم، تصفيقه كبيره على الامهات. يلا